بسم الله، مرحبا بكم اخواتي الى قناة ليندا ياسمين للطبخ. نتمنى تكونوا كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم راح نشارككم فيديو تاع محاجب، بما انه عندي البصل، عندي الفلفل الحلو، طماطيش ولا عجين، راني عجنته وبقلته خليته تحط. راح نشارككم ان شاء الله فطورنا لنهار اليوم، حاجب سخونين وحارين كما يحبهم الخاطر. مقبل ما نبداو لا فيديو تاع اليوم، نصلو كامل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. دوك هنا راني قشرت البصل، راح نقطعو هكذا بالطول كما نقطعو كامل البصل التكتوكه. من بعد نزيد كي نديرو يطيب، خليها كذا يتقلى باش حتى يذوب لي البصل. من بعد نزيد نقطع الفلفل الحلو والطوماطيش. نعاود نولي لكم كي طيب تكتوكه ان شاء الله، تعرفوا كامل طيبوا تكتوكه ما شاء الله عليكم، تكتوكه بصل وطوماطيش بالفلفل الحلو. من بعد نولي لكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. تشكتوكا تاعي راهي طابت كيما راكم تشوفوا. دوك ما بقى لي غير نزيد لها كذا مع الاخر شويه تاع الهريسه. نتوما ولا عندكم الصغار ما ياكلوش الحار ما ديروش، انا هذه شغل ما ماشي حاره بزاف، يعني ولادي ياكلوها كامل. كي تكون هكذاك حاره بزاف ما نديرهاش، بصح هذه جات شويه ماشي بزاف حاره. هكذا نحطها بجي. عندي هنا جبن المثلثات، دوك رايحه نفتح العجين تاعي. بسم الله، هكذا لازم دائما شويه تاع الزيت، نخلطها بزيت الزيتون، يعني نديرو شويه زيت نباتي وشويه زيت زيتون باش يجونا المحاجب بنان. هكذا نفتحو العجين تاعنا، يعني ما درتهمش كبار كيما تاع المسمن، نقصت لهم شويه، يعني حسب كيما حبيتو. تحبو ديرو المحاجب تاعكم كبار، تحبو ديروهم صغار كيما حبيتو. هكذا نفتح مليح العجين، جبتو كامل هكذا. دوك نطوي باش الحشو تاعنا ما يخرجلناش، نديرو هكذا هاد الطريقة. أنا هاد الطريقة يعني تعجبني بزاف، كنت نطوي هكذا على واحد، بصح كي جربت هاد الطريقة نطويه على زوج ما نخافش الحشو يخرج لي هكذاك هكذا، باش تجي الطبقة هذه خشينة وما يخرج لناش الحشو. هكذا بسم الله ندير تشكتشوكة. هكذا بهالطريقة ندير حبة تاع الجبن. يعني صدقوني الجبن يعطي واحد البنة المحاجب روعة. دوك ولادي ما كل ما يكون كل ما نروح ندير المحاجب لازم يشرو الجبن. هكذا دوك نغلق على الحبة، شنو برك هكذا زيرو هكذا من الاطراف، تحصلوا على محاجب ولا اروع بهذه الطريقه. نسقموهم مليح هكذا، نضغط شويه هكذا من الاطراف باش الحشو يبقى في مكانه. الطاجين راهو سخون، راح ندهنو بشويه تاع الزيت الخطره الاولى برك، يعني ماشي شرط كل ما تديرو تدهنو هكذا.
هكذا على نار قليله، نخلي المحاجب تاعي يطيبوا مليح هكذا، ندني الطبق ونزيد ندير. هادي هكذا خلاص، كي تشوفوا هكذا خلاص الحاجب تاعكم حمار وهكذا بلون شباب نحوه هكذا. نخلص هذه راح نحيها بعدين، وهذه نخليها تزيد شويه، نكمل بنفس الطريقه من بعد نعاود نولي لكم ان شاء الله. محاجب سخونين وحارين جو ما شاء الله، واحد البنة روعة الله يبارك، مع الهريسة اللي ماشي حارة بزاف، يعني اللي ما يحبوش الحار الهريسة جات ماشي حارة بزاف، صدقوني ما شاء الله جو بزاف بزاف بنان. بسم الله دوك نقسم لكم تشوفوا المحاجب تاعنا كيفاش جاو، روعة الله يبارك ما شاء الله. نتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم بهذا الطريقه، ديروا فيهم الجبنه كتشوكه بسلو طوماطيش مع الفلفل حلو مع شويه هريسه، صدقوني جو ما شاء الله بزاف بزاف بنان. ما تنسونيش حبيباتي ولا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ديروا لي جيم وابوني للقناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد فيديوهاتي، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر من فيديوهات ياسمين للطبخ. احبكم في الله والى الملتقى ان شاء الله.